معروف عند أهالي ضيعة الباروك أن الضيعة أخذت اسمها من مورا بروك النوائي عند نبعة، كما وأنه معروف أنه اسم الضيعة كناية عن وصف لنبع مي غزير نبع الباروك. صباح الخير، وصلتوا على مدخل محمية أرز الشوف غابة أرز الباروك. عندكم 6 كيلومات رح نطلع من هون بالسيارة، بقلب الغابة رح نمشي بين أرز عمره 50 سنة لنصل للأرز القديم المعمر لعمره ألاف السنين. بس نصل لفوق أكيد بيكون معكم جايد عم يشرح لكم، بينزلكم وبيعملكم جولة بين أقدم شجر أرز بالغابة. لون الخضار اللي بيعطيها ورقة، الشغلة الثالثة والأهم، جميع أشجار العالم ثمرت تبعو لنزول باستثناء شجرة الأرز، ثمرتها بتشمخ طلوع. يشارك أهالي الباروك في محمية أرز الشوف الغنية بأشجار الأرز المعمر من خلال استخدامها كمورد طبيعي بطريقة مستدامة عبر بيت المونة المليء بمونة الضيعة، وتعيين دليل سياحي لزوارها كمبادرة منهم.